بسألكم سؤال، وش أعظم نعمة تكرم فيها الإنسان في هذه الدنيا؟ أعطوني إجابات. العافية. العافية غيرها؟ الإسلام. العقل. يمكن ما تطرى في بعض يعني في بال بعض يعني الأغلب نعمة التفكر، إنك تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى اللي بنى هذه السماوات السبع بلا عمد، وشيد هذه الجبال الرواسي في الأرض ومرتفعة، ونعمة الصحة والعافية، نعمة الأشياء الملموسة اللي أنت قاعد تحسها يا بني آدم، نعمة الإحساس، نعمة البصر، نعمة التذوق، نعمة السمع، نعمة الشم. هذه أشياء والله يا جماعة الخير أشياء عظيمة الله أعطانا إياها وهبنا إياها. الواحد لو يتفكر في الأشياء دي، يتفكر في خلق الله، ويتفكر في الأشياء اللي الله أعطانا إياها، يعني تعتبر هي أعظم عبادة، نعمة التفكر والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فما يعرف هذه القيمة وهذه الأشياء إلا الشخص اللي فقدها. فاللهم يعني اللهم لك الحمد أن الله كرمنا بهذه النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي لشديد. نشكر الله دائما وأبدا على هذه النعمة اللي أعطانا إياها ونتفكر في خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خير يا سلام عليكم.